السلام عليكم. اليوم غادي نحضر معكم الحلوى ديال التمر. كتجي مزيونه وكتجي العجينه ديالها لذيذه بزاف في المذاق وفي الهشيشه كتدوب في الفم. كنتمنى تجربوا الحلوى ديالي وكنتمنى تبقاو معايا حتى الاخير باش تشوفوا طريقه التحضير والمقادير وفرجه ممتعه. عندي هنايا 500 غرام ديال الزبده، وعندي هنايا نص كاس ديال السكر سنيده، واحد كيس ديال الفاني، قبصة ملح، وعندي هنايا النشا، واحد 3 ملاعق كبار ديال النشا، هي اللي كتعطي لها واحد الطراوة في العجينة، كتجي مزيونة بها. صافي، وكنخلط مزيان وكنضيف الماء زهر، كنبقى نعجنها بالماء زهر. صافي، هنايا كنضيف الدقيق. غادي نخليكم المقادير في صندوق الوصف مكتوبين. صافي، كنكمل هنايا بالدقيق، وكان تقريبا داتني واحد 800 غرام ديال الدقيق. صافي، هنايا غادي ندوزو بعد ما خليت العجينه ترتاح، ندوزو للحشوه ديال التمر. عندي هنايا نصف كيلو ديال التمر، وعندي هنايا جنجلان وقرقع مطحون، وخليت واحد شويش مهرمش، نص طحنتو والنص مهرمش. عندي هنا 100 غرام ديال القرقع، واحد 250 غرام ديال الجنجلان، وعندي هنا جوج ملاعق كبار ديال الزبده، ملعقه ديال القرفه. صافي، وغادي نخلط مزيان ديك التمر مع الجنجلان والقرقع والزبده. كنضيف له واحد قطرات ديال العقده ديال اللوز، اختياري ماشي ضروريه. صافي، هالقوام غادي دابا غادي نشكل الكويرات ديال التمر. بعد عندي العجينه يعني كترتاح شويش، وغادي نكور التمر كامل باش ما كتبقاوش تعملوا بوحده بوحده كتوسخوا العجينه. صافي، غادي ندوزو نشكلوا الحلوه. انا هنايا كندلكها باش كتجي لي رقيقه، ما كنخليهاش يعني الطريقه الاولانيه، يعني كتجيبوا العجينه وكتبقاو تبسطوها وتعملوا عليها التمر. انا كتعجبني هيدا، كنعملها رقيقه بزاف، وعاد ملي قطعت دوائر غادي نزيد نرققها بالمدلك، يعني كتجي رقيقه بحال ديك العجينه ديال الكعاب الغزال، يعني كتجي رقيقه بزاف باش ملي كنعطوا في الحلوى ما كتجيش كتعط غير في العجينه، يعني كتعط بالتمر، واحد كتجي واحد الحلوى مزيونه بزاف. كنتمنى تجربوا هذه الطريقه ديالي، كتجي مزيونه بزاف، وملي كتعطوا بالحلوى كتعطوا ديك التمر والقرقاع واللوز، يعني كتجي واحد الحشوه مزيونه، والعجينه هشيشه يعني هشيشه، وكتجي رقيقه، يعني التمر كيبان. شوف ملي كنشكل الحلوى التمر كيبان، يعني العجينه كتبين ديك التمر اللي من داخل. هالطريقه هذه كتعجبني، وكنتمنى تجربوها، غادي تعجبكم هالطريقه هذه. ملي غادي تجربوها يعني ما كتعطوش الحلوى وكتجبر فيها غير العجينه وصافي، يعني العجينه كتجي كثيره على التمر. شوفوا العجينه يعني التمر كيبان. طريقه سهله، ويعني انا كتعجبني الحلوى التمر تبقى على هذا الشكل هذا، ما كتعجبنيش الاشكال دابا اللي خرجوا دابا في الاسواق. انا كتعجبني هيدا، ما كنغيرهاش هاد الطريقه اللي كتعجبني ديال التمر. المهم الحلوى هيدا كتعجبني، ديال حلوى التمر كتعجبني على الشكل ديال الاول يعني الاصلي. كاين اللي كيعملها على شكل هلال، كاين اللي كيعملها يعني بديك مراسم، انا ما كتعجبنيش هيداك، وكنعمل عليها الشكل هذا، وكنبقى نضغط عليها واحد شويش بيدي، وكنقلبها على هيدا باش ديك الفتحه ديالها كتجيب من تحت، يعني ملي كطيب ما كتفتحش مره. وكنتمنى تجربوها، وكتجي مزيونه بزاف، وكنتمنى تحضروها في العيد ان شاء الله يا ربي على الابواب العيد الكبير، وتحضروها حتى الايام العاديه ماشي ضروري يكون في العيد.
صافي كنقشها هيدا بالنقشه، وحتى النقشه ديالها كتبقى باينه ملي كطيب، ما كتحتاجش العجينه اصلا رقيقه، يعني ملي كتعملوا العجينه غليطه وملي كتعملوها بالمرشم ملي كطيب صافي ما كتبقاش العجينه يعني المرشم ديالها باين. غنستمر هيدا حتى كنسالي الكميه اللي عندي ديال الحلوه، وملي غادي نسالي غادي نعملها في اللاطه وغادي ندخلها الفرن مسخن على 170 درجه، حتى كندخلها عاد كنقص لها وكطيب على خطره كتكون كتاخذ اللون الذهبي وكنخرجها. بعد ما غادي نخرجها من الفرن غادي نعملها بالسكر كلاصي. ملي كنت كنعمل السكر كلاصي تقطع لي ديك مقطع هذا الشكل النهائي، بعد ما طابت كتجي مزيونه بزاف وهشيشه وكتذوب في الفم وكتجي في المذاق اللذيذ مع ديك القرقع اللي عملت والجنجلان كيعطيو له واحد المذاق مزيون بزاف. الشكل النهائي كيجي رائع لذيذ بزاف. كنتمنى الفيديو عجبكم وكنتمنى تجربوا هاد الحلوة والطريقة ديالي، كتجي لذيذة بزاف وفي الشكل كيجي راقي. كنتمنى الفيديو عجبكم، نخليكم الى فيديو قادم ان شاء الله، وما كنتمنى تدخلوا للقناة ودي عجبكم المحتوى عملوا الاشتراك ودخلوا عندي. نخليكم الى الفيديو القادم ان شاء الله، والسلام عليكم.